الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نفس السؤال اللي جاوب عليه أخونا شوق، اللي هو مسألة والصلاة وإلى آخره، والناس الحمد لله بينت. والكلام ده بيحسمه تحسم نصوص، من ضمنها حديث في صحيح البخاري ومسلم، والحديث ده واضح وصريح جدا في الموضوع ده، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وراوا البيئة، شان الداعية يعرف البيئة، زي ما نحن هسي نسأل الله يتقبل بنعرف البيئة، عارفين الحاصل. دار نجي من بدري التعارف وعاشين في الطريق، لقينا بيت بتصرخ، بيت شابة، والله أنا ذاته مشاكلنا طويلة جدا. البيت قاعدة كورك تصرخ، موبايلي وسرقوه وإلى آخره. شوف الموقف ده والابتلاء ده اللي حصل فيه شنو. بعد شوية كشفنا هناك، قلنا للزول هدينا العربية، هدين البيت تكورك وماسكة راسة، سرقوا شنطتي والموبايلي تكورك شنطتي. بعدين لقينا واحد جرى خش في البحر بغادي، خش في الطين بغادي، والتاني طلع في الحيطة قاعد يعاين، والتالت بموتر كرجة تكل الموتر بالراحة جنب الزلط، وبدل يجري ورا الحرامي جرى على البيت. أنا جيت جاري ومعاه أخونا ده والدنار ده كتر خيره، ومعاه أخونا علي وباقي إخواننا ده المهم بالكشافات. جينا جارين البيت، خجلنا نزاله، قلنا الشغله دي مشكله. بعدين مشينا قدام فيش نايمة، قالوا والله حرامي طفر جربه جاي. خشينا جوا طين، حرامي مفتح، ما اعرف انا ساكن قريب والله اعلم، كاشف البلد دي كلها والله. خشينا طين، بعدين بقينا لحد هنا، قلعنا الجلابيه ما جابت حل، الكذي ما جابت حل والى اخره. وجارين في النهايه بعد تعب، تعب كثير جدا، وجرينا وصحينا ناس قاموا من هناك تابعوا قريب ساعة، برنامج طويل، أنا ما دار أضيع زمنك، لكن أنا أوصل لك معلومة معينة. والذي رفع السماء، الكلام ده حصل وأنا غسلت رجلي لا سمانيش فن هذا، شوف شوف لسه لين. في النهاية لما مرقنا المغصنا البيت، جاء واحد والدبرك عامل فيها أخوة، وهذا المازين أكثر من الموبايل، قال موبايل ب 12 مليون وما لموا فيه، والشنطة ما لموا فيها، يا حرامي فتشناه بالأثر وكشافات وما لمينا فيه، وما عارف إنه حرامي ولا شيطان. مرة يظهر كذي نجر القماف يخش في طين في محل، أتقول عنده تيرس بتاع تاتشر أبو أربع على ساتك، أخش كرعين اثنين ألقى روحي وحلتها، تخش بيه قدام مجرم ذاته إجرام درسوه كم سنة ما عارف. المهم أنا المغصني ما الموبايل دي، ما حاجة بتمشي وبتجي. الجن هذا زي والدبرق عمل فيها اخوه، جا قال لها قوم يا رع على البيت، قوم يا رع على البيت دي وين؟ في كتفه. قوم يا رع، قال لها وهي طبعا سخيله زي مسكينه، قامت مع طوالي، قال البلد دي ما جايطه، نحن نفتش في الطين هناك وديل قايمين بجاي ونحن لافين بغادي، يعني لقينا ذاته الا نشيله نحن، ما في المرة ما لقينا البيت ثاني. شوف عليك الله المصايب. بعد شوية قالت أخوانا جايينا، جوا أخوان، قال اثنين، واحد طويل والثاني قصير عمره 10 ولا 11 سنة، الصغير ده ذكر مسخن والطويل ده نعامة ساي. أخونا ده أخونا جوشو، لقب جوشو محمد زين، قال له يا بيت انت مش قلت لي ده أخوك؟ انت مش عامل فيها ده أخوك؟ لا والله ما بعرفه، قالت. وداك بقى شغال كذي، بيمشي هناك وبيجي هنا زي الكورة بتاعت البلياردو ديك، بيجر كذي وبيجر كذي. ده والدبرك اللي قال لها قومي، وده بقى جاي العامل اخوه زي النعامة قاعد يكشف كذي في الظلمة، ونحن فيها قربنا من جبال بني شنقول ما لمينا فيه، وقاعد يكشف كذي. انا حاضره كان دمست ودخلته جوا. بعد شوية الجنة الصغير ده أكثر واحد مسخن، كربن ذاك العامل فيها مفتح، قال لي قلت أخوه هي الليلة بوريك أخوه كيف،
وما أخوه في النهاية تخارجوا، الحمد لله اللي تخارجوا. برنامج ضيعوا زمننا ومغس ساي، والله الذي لا إله غيره. والله انت تفرح لما بيت محترمة اعتدي على زول من بعيد وانت تجي تنصره، لما تكون هي محترمة فعلا وتكون يعني على العفة. شكل الشاعر قال خلي الجمال واطلب العفة، الجمال موجود والعفاف صدفة. والله جمال بتموسى كله مصايب وبلاوي. أنا أرجع لك مرة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، وفي لفظ فإنهم أجابوك لذلك، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك، وحدوا الله تمام وعقيدتهم بقت في الله صحيحة، أي فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. عرفوا التوحيد، أي بعد ده وريونا الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك، الصلاة مشوا معاك تمام، أي فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث ذا بوريك المنهجية في الدعوة إلى الله تعالى، تبدأ بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. والله الذي رفع السماء لو صح التوحيد وكمل وتم لترك الناس هذه المعاصي كلها بفضل الله تعالى وتوفيقه. لأنه الناس بتشكو من شنو؟ الله يقول لك يا مولانا التبرج واللبس كيف، وبنات لابسات بنات لين ولابسين ايه وعاملين كيف. الله جاب التبرج مع الجاهلية، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية لما أشركوا بالله بعد ذاك تاني جاءت المعاصي، تبرجوا بقت البيت تتبرج وتمشي إلى آخره متبرجة. وبعدين الزنا ذاته خلي التبرج، انت قال الله في القرآن ربطه بشنو؟ قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ليه ما قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو حرامي أو بسرق أو قاتل؟ ليه؟ ليه؟ أو قاتل إلى آخره، أو حرامية أو كذي. لكن ذكر لك الشرك، لأنه الزول لما يشرك إيمانه خلاص انتهى، ولما إيمانك انتهى ما في رقابة بينك وبين الله تعالى بالنسبة لك انت. شكاية تاني بتلخبط الدنيا كلها، والله الذي لا إله غيره، وتبقى نجس. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، العقيدة المنحرفة دي نجاسة في الزل، ودي نجاسة لو دخلوك في 20 بحر و30 نهر ما بتطهر، ولو جابوا الفنطاس كبوه في راسك ما بتبقى طاهر، لأنه نجاسة وين؟ في القلب. لكن الزول الموحد العقيدة في الله تمام، ده الزول السعيد. يا أخي في صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله، والله ذكر لك قصة أنا قاعد أكررها، القصة دي جميلة جدا. قال في واحد اسمه عبد الواحد، الرجل ده في الكلام ده في المجلد الرابع صفحة 216 في الجزء الرابع صفحة 216 مطبعة مكتبة الصفا. قال عبد الواحد ده ركب السفينة البحر، بعدين في السفينة في البحر راحوا ضلوا الطريق. قال فنزلنا عند جزيرة، قال ماشيين في البحر لما رحنا وصلنا لنا جزيرة. قال فلما نزلنا عند الجزيرة وجدنا رجلا يعبد صنما. جزيرة دي ما فيها ناس قليل، لكن لقينا لنا واحد بيعبد له في صنم، قاعد يتعبد للصنم. قال عبد الواحد فقلت له ما هذا؟ قال هذا معبودي ذا البعبد. قال معنا في السفينة من يصنع مثله. عندنا واحد هنا
في السفينه هسه بجيه لك واحد زي صنمك ده بجيه لك تمام كيف تعبده؟ قال لي خلاص انا تراه بعبد الصنم ده، انتوا بتعبدوا منه؟ قال نعبد الله الذي في السماء ملكه وفي البحر سلطانه وفي الارض الى اخره. المهم ذكر له بعض صفات الله سبحانه وتعالى وبعض ما يذكر عنه سبحانه وتعالى. فقام قال له وكيف عرفتموه؟ اها الله انتوا عرفتوه كيف؟ قال ارسل الينا رسولا. قال له اين الرسول؟ وين الرسول الرسل لكم؟ قال مات مات. قال هل عهد اليكم بشيء؟ مش هو مات اي صلى الله عليه وسلم اي خلي لكم شيء؟ قال نعم عهد الينا بكتاب اللي هو المصحف قران. قال اقرأوا لي منه. الجماعة قروا لي قرآن قاعد يبكي. القرآن ده مؤثر مؤثر، وفي ناس كتار ما عارفين الكلام ده. واحد تلقاه لابد بجنبه خدت له سماعات قاعد يبكي. تبكي مالك انت؟ الله يقول لك ما مشكلة، والمشكلة ريتك ولا هي شنو؟ ريتك بقت هي المشكلة. قال ارموني في نص البحر انا سمعته ما مشكلة، والقاش رحل خل الشرك ما مشكلة. لو حتى نبدأ من الصفر تبدأ من الصفر ماشي للسالب انت، ما ماشي لقدام. الله تلعب علينا نحن ارموك في نص البحر ما مشكلة، ونحن برا جاتنا 100 مشكلة. تقول لي جوا البحر ما مشكلة؟ ده بيلعبوا بالشباب ولا بالبنات ولو كاتلين ضلون يغشوا في الجماعة، وانا قاعد في البلد والله جوا الفوضى دي يغش في البيت. وداك في اثنين كانوا مداحين، كلمني واحد كان في الكلية الحربية من ناس الجيش ولا شرطة ناس الجيش بعرفه باسمه، قبل الحلقة الفاتت جاب موتر وينا كلمني قال لي الجماعة دي ذكر لي اسمهم، نسين ذكرت لك اسمهم بتعرفون، كانوا ساكنين بجاي. الجماعة دي تعرف؟ قال لي اثنين اخوان كانوا مداحين، قال لي بيجيبون لنا في الكلية الحربية بيمدحوا لنا. بعد شوية الشغلة مشت معاهم قلبوا غنى طوالي، بيجوا يمسكوا الأغاني ويا ريس وقف المركب ويمد الميكروفون الجماعة يتموا له وخلي الشباب يركب مغرقين وين يا مجارمة والله. ودي طبعا بتاعت واحد كبير ديل تلموا فيها تصلبطوا وكلها صلبطة في لخبطة. فالمهم الجماعة ديل نحن ما دارين نضيع زمنك كثير. فالرجل ده قال له نحن بنعبد الله، وبعدين قرأ لي قرآن. لما سمع القرآن اتأثر قاعد يبكي. قال لهم أريد أن أدخل في دينكم. والله قال لهم الكلام ده قرآن ده كلام فعلا، ده كلام ما كلام مخلوق، أنا دار أبقى معاكم. قالوا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام ركب معاهم في السفينة. شوف الحصل شنو. قال جواب الليل الجماعة ادعشوا صلوا المغرب، ويدعشوا صلوا العشاء أو المغرب والعشاء ويدعشوا. بعد قال فوضعنا الوسائد، خدتوا الإحفاد وجابوا المخدات دارين ينوموا بعد العشاء. يزول بنوم ذاك السائق السفينة بكون صاحي، وديل نايمين دارين ينوموا. الرجل الأسلم جديد قال لهم يا قوم ربكم الذي دللتموني عليه ينام. تقال لهم مش قلت لي اشهد ان لا اله الا الله اي وانا شهدتها اي اها الله بنوم؟ قالوا له لا تاخذه سنه ولا نوم. لا تاخذه سنه يعني نعاس ولا نوم، الله ما بينعس ولا بنوم سبحانه وتعالى. قال بئس العبيد انتم تنامون وربكم لا ينام. والزول ده خشى جديد، لكن طبعا خشى شنو؟ صادق. بئس العبيد أنتم تنامون وربكم لا ينام. قال عبد الواحد فتعجبت له يصلي الليل كله طق طق يصلي، وإنت لو دوك تضع طعم الصلاة دي في الوقت داك تاني والله ما تزال في أي معصية والذي رفع السماء. كنا احنا محرومين سبطتنا المعاصي، نسأل الله يتجاوز عنا. لو قمت الليل داك نص الليل وخطيت مصلاية ومشيت الناس نايمة اتوضيت
وصليت لي الله ركعات وعانت في السماء دي وحاسبت نفسك وندمت وبكيت، بتجيك حاجة والله لا بتلقاها في حفلة، لا في خلط، لا في خلاط، لا في بيت، لا في تكسرتلي، ما ولا أي شيء. ليه؟ لأنه دمع الله سبحانه وتعالى. فقال لك الزول ده لما أصبحت الواطة الجماعة وصلوا منطقة يسمع أبادان، لما وصلوها عبد الواحد قال الرجل ده داري فارقنا، قال قلت للجماعة جمعوا له قروش، أسلم جديد، جمعوا له قروش وادى له وقال له خذ هذا. قال ما هذا يا عبد الواحد؟ قال هذا تأكل منه وتشرب إلى آخره، تأكل وتستفيد منه وقروش جمعنا لك ما أسلمت جديد. قال والله ما عرفتم من دللتموني عليه. والله قال له انت قلت لي خلي عقيدتك في الله، لكن انتم ما بتعرفوا الله. قال لهم انا عرفت الدرب، قال لهم لكن والله انتم ما بتعرفوا الله. قال كنت اعبد غيره في جزيره وكان يرزقني، افان عرفته وعبدته لا يرزقني تركتكم. قال لهم تاني ما تمشوا معي، شق دربك وانا بمشي. قال عبد الواحد فقلت له والله لا نتركك. قال فأصابه مرض، الرجل ده مرض، لما مرض قال فنمت فرأيت في المنام قبة، قبة يعني أوضة في اللغة، ما قبة بتعدل دي جايك لاسي بعد شوية بديها لك دانتين من هنا بتفرتقها إن شاء الله، بس تصبر لي شوية. بعدين قال له فرأيت قبة في المنام اللي هو أوضة، ورأيت فيها امرأة حسناء ما رأيت مثلها في الدنيا. قال له والله أنا في المنام شفت الشدة. فقالت لي يا عبد الواحد عجل بالرجل، رجل ده عجل به. قال فاستيقظت فإذا هو قد مات، الزول مرض أسلم جديد. قال لما صحيت لقيته مات. قال فغسلناه وكفناه ثم دفناه. قال فأتيت إلى الدار فنمت فرأيته في المنام يضحك مع الحسناء، وإذا بمناد يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالرجل ده هداه الله تعالى لهذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. شكاين احنا دي اول شيء بدنا بيه، ده الاساس، ده اساس الدين، وده اللي بدا بيه الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا بيتكلم في التوحيد، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه كان في ناس بيتعاملوا بالربا، وكان في ناس متبرجين نسوان، وكان في ناس بيشربوا الخمره، وفي ناس بيقتلوا، وفي ظلم، وفي ناس بيطوفوا بالكعبه. والله زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة من الجاهلية في الجاهلية تطوف بالكعبة وهي عريانة فتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا به وما بدا منه فلا أحله. تطوف بالكعبة عريانة ساي بيطوفوا، والله لافين بالكعبة ساي. شكرا الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، الناس بقت تلبس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ بشنو؟ هل بدأ بالربا؟ بدأ بالقتل؟ بدأ بالمعاصي؟ بدأ جاءه جبريل عليه السلام في الغار قال له اقرأ. قال ما أنا بقاري، أنا أمي ما بعرف أقرأ واكتب. اقرأ. قال ما أنا بقاري، أو ما الذي أقرأه، ما الذي أقرأه، أقرأ شنو؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعدين بعد فترة جاء الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نزلت الآيات دي مشى طوالي جبل الصفا، طلع الجبل قال يا صباحا وصباحا، فاجتمع عليه الناس فقال لو قلت لكم إن جيشا
خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم. أنا قال لهم فوق الجبل ويتوا في الوادي في مكة وفي بي جاي وراء الجبل، لو قلت لكم في جيش جاي غاير عليكم بتصدقوني؟ لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت ما بتكذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ده اللي بدأ به طوال الجماعة، شباب الجماعة خاصموه، والله عم أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ الله رد عليه قال تبت يدا أبي لهب وتب. والله بعدين الجماعة التانين قال الله قال عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا ده كلام عجيب، الآلهة كلها جعل إلها واحدة نعبد واحد، ودي الآن مشكلتنا مع الصوفية. قال الصوفية مشكلتنا معاهم شنو؟ مشكلتنا معاهم الصوفي بتقول لنا دي الله، بيقول لك الشيخ مالوه، الشيخ مالوه كذا، عيب لي عيب لك الشيخ كذاب. جيب الكتاب ده، معليش يا شيخنا ابن تيمية، جيب الكتاب بتاع طبقات والضيف الله، الشيخ بيكذب يا أخ. لا خلى والدبرك، لا خلى بدع شوشة، بوريك الكذب بتاعه، لا خلى كذب جدا والله. والشيخ بعدين بيضربه، بديك لازم الكتاب والله بالصفحة. بقى الشيخ عنده برمة بيجاي، برمة دي ما تقول ألفت أنا، برمة هي برمة عديل. أنا بقرأ لك، لا ما ده ما فيه قلة أدب يا أخي، الناس المحترمين هاي ده فيه قلة أدب، والناس محترمة شديد، وفي نسوان بيسمع من بعيد هاي، دارين المجلس ده ظريف كالباسطة بلبن وبسبوسة هاي. قال ده بيت انت وانا من حقنا شنو؟ نطير زي الفراش. يا ناس الله جابك زول بالك مع الفراش، وزول تمشي تاكل قشيه وتشرب مويه بارده وتركب الركشه تبقى زي الفراش، يلموا فيك الجراد يسكك. شوف الناس عليك الله، انت وانا من حقنا وكذب، لحد ما قال له وما بعرف تجي صاقعه تخمنا وما تلمنا والى اخره. دي تميناه برانا، طبعا تميناه برانا، تخمكم الله يهديكم. والله والله نحن خايفين على الامه دي، شغالين يكذبوا على البنات يا اخ، كذبوا على لاقيته باللفه والالم اللي علي خفه. ده الم بتاع كرعين ولا وشين؟ طيب صفحه 197، ديل ما كذابين، زول بيتكلم مع ودبرك وبدع شوشه يا جماعه، ديل خلوه وعابل فيها الشيخ. بقرا لك اصلا كلام ثقيل، وكذبوا عليه بنات المسلمين. البت تلقاها عفيفه وطاهره ومحترمه، الين فيها الشفت كذب عليها، ومرات باسم الدين انت يا المبروكه يبروك فيك جمل يكسر راسك. مبروكه ولا دلوكه مشت معاك انت تستهبل علينا نحن؟ تجيب لي المرأة بتلقاها قبيحة بديك أقرب محاية وبيكشحك يتخارج، يلا تلقاها سمحة بعدين بتحصل بلاوي. أنا بوريك الحاصل، معليش يا جماعة لكن ده الحاصل والمر. طيب قال صفحة 197، ده محمد والضيف الله، ده من حلفاية الملوك. قال شيخ اسمه موسى بن يعقوب، انت قال لما نتكلم في الشيوخ ده ساي، والله زول مستقيم عقيدته في الله تمام، يعتر يقول يا الله نجيني، ولا بعلق حجاب، لا بعلق كمون، لا بيعتقد في ميت، لا بيمش لي قبة، زول عقيدته تمام. والله إذا ما نتكلم فيه بحرف، بل نحترمه جدا، بل في ناس عندهم معاصي قاعدين نحترمهم. أنا كنت في صوبة اللعوتة قبل ما أقرأ لك الكلام ده، بعدين بتكلم جاء واحد لابس برمودة سكران ما قادر يقيف، جا ماشي علي، الجماعة قال إنه دار يضربني، بعدين جو عليه وقلت لهم خليه يا جماعة خلوه، بعدين جا قرب. أنا عندي تجارب كثيرة مع السكارة دي، لكن بس دي تاخدها. أزول لما جاء قال لي اسمع، تكلم لنا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما قادر يقف يعمل كذي، قعد اتكلمت في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وكان عابد، وعمر بن الخطاب كان رجل طويل زي ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله، وكان أجلح، وكان محمر العينين في عينيه حمرة، وكان أبيض أمهق يعني شديد البياض، وكث له لحية وخفيف العارضين إلى آخره، ذكرت أوصاف عمر بن الخطاب لحد ما قلت وكان بين عينيه خطان أسودان من البكاء بيبكي من خشية الله كثير، وبصلي بالليل لحد ما جيت مقتل عمر بن الخطاب. الزول ده سكران قاعد يبكي كر والله الذي لا إله غيره. بعدين بعد سخن قال لي عمر بن الخطاب ده قائد الوسطول ذاته. قال لي قلت له يا زول ما تقول كذا يا أخ ده صحابي، ما تقول كذا يا مولانا. قال لي دي ما بلغة العصر يا أخي خليها كذا بس. قال لي لا، قلت له الصحابي ده بس بريدة شوية ما تقول فيه كذا، الزول بيتأدب مع أصحابه. طيب فده قال لك موسى بن يعقوب ده من كراماته، قال منها علمه بمنطق الطير، بيتكلم مع الطير، وهات شوف الكرامة دي كيف. قال ذات يوم، ومرات بيكتب بداري وسوداني زيها، قال ذات يوم ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه، الشيخ قاعد والمشاط بيمشط شنو في الرأس، داري يجيب لك كرامة حسي عليك الذي كرامات. قال قابلته طيرة بكوة البيت أو كوة البيت. قال جاءت طيرة جاءت في الكوة بتاعت البيت، الكوة دي زي الشباك لكن بورا مكفولة بقدام مفتوحة. الطيرة قعدت في الكوة وبمشطوا له، الكلام ده مش عادي، تعال شوف قال شنو. قال قابلته طيرة بكوة البيت فسكسكت فسكسك هو لها، الطيرة سكسكت، سكسك ليها ده تعالى أنا بقيف جنبه بدعشوشة، سكسك ليها ده إن شاف فيت لابس بنطلون بيعمل شنو بدعشوشة يا ناس. طيب أتي ملك لسا. قال ثم جاءت طيرة أخرى فلما قابلته دي الطيرة الثانية سكسكت فسكسك لها، والله مكتوب كذي، الطيرة الثانية برضو شنو سكسكت له وهو سكسك لها، مكتوب كذي ما تزعلتها. فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها، الطيرة قالت لك شنو وإنت قلت لها شنو، ده المشاط ده اللي قاعد يمشط له في رأسه. قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما، الطيرة الأولى بدعشوشة ولغب سوسو لغبت أنا، والطيرة الثانية والدبرك ولغب حمودي. قال الشكلو الشيخ صالح بيناتهم، شغلة دي ما جايطة يا جماعة، زول بصالح قال بينه بدعشوشة والدبرك، ايه اللي عرفك انت بدعشوشة؟ يمكن زعلانة منه ما جاب لها دستد كبابي، انت مالك تدخلك شنو بيناتهم؟ قال صلح بصالح بيناتهم، يا بدعشوشة انت ما تخربي بيتك والزمن ده العرس غالي وإلى آخره، فأخر لك تبقى عاقلة. وإذا مشى له هناك مشى له الدبر والدبرك برضو قال له والدبرك ما تتهور والزرازير بيضيعوا والطلاق صعب في الزمن ده وإلى آخره. يا ناس معقولة ده معنى الكلام؟ أمش قدام قال واحد اسمه خليل الرومي، ده كمان كرامة يمكن ما سمعتها في حياتك، وده كله أنا متكلم في الناس دي لأنهم كذابين وبيلعبوا على عقول الأمة. شنو طير البيت يتكلم معاه وغيره ونحن نستفيد شنو؟ زي ناس جريت الدار وجود غنماية بخمسة كرعين، يعني الفايدة شنو؟ ما غنمايتين كانوا جايين تيمان وتلصقوا الحصد شنو يعني؟ واختفاء حمارين في أم درمان يسبب رعب لأهل أم درمان، واصطدام سيارة بدجاجة السيارة تتضرر والدجاجة ما زالت على قيد الحياة، أخبار فاشلة كلها. وبتبكي قزاز وقريد يقود صاحبه إلى المحكمة وأطول كلب في العالم، قريت أنا الأخبار دي كلها أغلبيتها قريتها. قال أطول كلب في العالم وسووا له عيد ميلاد في السنة الرابعة، السنة الخامسة مات طوالي، الحمد لله المات عشان يشوفوا لهم موضوع تاني. طيب قال ده الشيخ اسمه خليل الرومي، معلش أخونا أمسك ليه
لغليل الرومي ده كمان جابه كبيره مره واحده. تعرف الناس اللي بيجوا بيقول لك تكلموا في الناس زي اللي شنو ده لخبطوا باسم الدين. هسه انا بقرا لك الكلام. لا تبقى مع شيخ ولا صوفي ولا طريقه ولا انصار سنه ولا اي جماعه. انا ابقى وين؟ ابقى مسلم مستقيم بس شو دربك. لا يعني ولا اي جماعه ولا اي جماعه. لا نبقى حرين كذي بس. اي حر ما تمام. هسه يا جماعه زول عليك الله يصلي ويصوم ويعبد. لا زول يجي يكتب له تقرير اها سويت كم نصيحه والى اخره لا اسوي لك تقارير ولا اوامر ولا تعال الحوليه تقعد تنطط زي العتوت. الفته متوم حمتنا النوم والرز مردوم وما قادر اقوم. ده لسان الحال. لسان الحال غلب والى الله المشتكى. طيب حرف الحرف قال حرف الخاء. واحد قال اسمه خليل الرومي. ده والله تسمع كلام تستغرب. في ناس قاعدين يتفهوا الكلام ده يقول لك ما في داعي تجيبوه وهم في داعي يكتبوه. نحن لو كلام قالوا براون بنمش لهم براون هناك، لكن نشروه في الملأ يرد عليهم في الملأ. أفهم الكلام. هسي لو زول سكران هنا في الطريق ما بجوز لنا نمسك الميكروفون نقول عينوا السكران واعملوا للسكر، لانه دي معصيه بينه وبين الله. لكن السكران ده لو كتب كتاب قال اسكر وساي المشاكل كثيره ده بنردمه بالسكر بتاعه والله يتقبل. طيب قال خليل الرومي صفحه 112 والله اذا جاب بلاوي دراب ثقيل. قال اصله دنقلاوي. قال اصله دنقلاوي. انا ما عندنا مشكله مع اي قبيله ودي ساي. نحن مشينا دنقل لقينا ناس وتكلمنا في التوحيد وقبلوا الدعوه، ناس فيهم خير، لكن ده بده عنده حاجات بيجيبها يحيرك. قال لحد ما قال من كراماتي وظهرت له كرامات وخوارق عادات. منها من الكرامات بتاعته قال انه جاء رجل وقال له شردت لي خادم منذ عام. في خادم بتاعتي شردت لي عام اها فاسأل الله ان يردها لي. مش كلام سمح. اسأل لي الله يرد لي شنو الراحت مني دي. مش كلام طيب. شوف الشيخ قال شنو كلام ذاته تتحير فيه. فقال له ده الشيخ فقال له جيب. ما بيكتب بالداري. قال له جيب برمة مريسة. والله مكتوبة كذي ما مصدق. تعال اقرا. جيب برمة مريسة هو كوباية جك بتقدر تشربه. خلي برمة برمة هي برمة بتاعت ابرز زول بيقدر يشربها. ده بدالك ببرمة بعد شوية ببرمة لك بغادي. قال جيب برمة مريسة اها وتاني وبصلتين تقول داري قبض له فيران وديكا خصيا. يا ناس الكلام ده تلقوه في كتابته. قال لي جيب برمة مريزة دي بتجاب ترى هبل الحرام بيمشوا بجيبوها وبصلتين ما ذكر حمراء ولا بيضاء لكن بجاسفة للي يجيب له من دودة كان جاب له ما هو كم جوز. بعد شوية قال له وديكا خصيا. دي لاقت قلتو كان عتوت ولا خروف معليش ياخذ كلام ماشين. لكن تباري النازل تزكي تتصدق انه في ديك بيلبس سلسل وفار فاره متبرجه ومسيسي عاقه لوالديها واي شيء تصدق. طيب قال فجاب الرجل برمتين. الرجل كمان عامل فهم سخن. قال جاب له برمتين بدل برمه واحده. لك الله ديل ما شفاته عاملين ناس دين. طيب قال وبصلتين صفحة 112. قال وبصلتين جاب لي بعد البرمتين جاب لي شنو بصلتين. دل ما مستهبلين. أنا ذول يقول لي جيب مريسة باسم الدين ما بشيل بسطونة وبخلص لله بدي ثلاثة أخليهم يمسك الدرب صح. طيب قال وديكين خصيين. ذي اللي قاين وين ما بعرف. قال جاب لي اثنين اثنين بدل واحد. قال فصف المريشة من مريزة قلبها شنو مريبها مكتوبة كذي وشربها هو. وتاني ذكر ناس
شغله بتهيج قبائل نحن ما دارين نذكرها، بعدين الناس اذا احتاجت تذكرها في موقعها، والله الذي لا اله غيره. ده كلام كله فارغ وكلام بتاع لف ودوران وباسم دين الله تعالى، والكلام ده بألفه فيه كتب والله. يقول لك الشيخ بدي جنى وده البرعي اللي قال الكلام ده، ما تزعل ساي. قال في كتاب اعلام الطريق: كباشي كم ادى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. والله يقول في القرآن رب العزة والجلال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الجنة بدي منه؟ بدي الله سبحانه وتعالى. يا أخي الكفار بلدوا، الكفار اللي بعادوا الله، الله بديهم. نحن بالله يقول لك الشيخ بدي جنة، بعد يا الله يدي الجنة امشي يلبسوا حاجات كمون وحجاب والى اخره. في مرة لقيتها في الحصيصة، مرة شغالة بعدين بتسأل، نسأل الله يرزقها ويتوب عليها. جيت قلت لها: يا مرة الاطفال جنبك ديل اولادك؟ قالت لها: هاي مرة كبيرة. قلت لها: يعني وسط كده. قلت لها الحاجات اللي في رقبتهم دي يا خلا بيحفظهم زي ما حفظهم في البطن 9 شهور، برا بيحفظهم، ما تعلقي لهم الحاجات دي. قالت لي: والله نحن ابون مرات بيغيب من البيت، وديل حراسات، الحاجات المعلقات ديل حراسات. والله يقول في القرآن: فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. والله الذي لا اله غيره. ومصايب تلقى الشافع يريل وماكل له خدره مجلبطه به وحنكه، ويقول لك ده ملبسنه كمون من العين، وده بده عين ولا بدي عين هسه ده؟ والله انا داير اعرف الحاصل ذاته. وتلك تلقاهم اولادهم شده ما وجيهين، انا بتكلم عن اولادنا كلنا ما تلخبط بعدين. بعد اولادنا الكفار ديل كلهم مجارمه، اولادهم شده ما وجيهين، يجيبون لك في البنبص وفي الصابون وجيهين، لم لبسنهم كمون لا صدام بتاع هايس لا اي شيء. والله حافظهم. ناس يحيروا ذاته عقائد والله تحيرك. واحد قال مركب له مكشاشه ورا في الحافله، قال دي بتقش العوارض. قال وده ما عارض هسه براو في مكشاشه بتقش عوارض، وده ده عوارض ولا ورق ديل كلها عقائد منحرف. يا السفنجه لو مقلوبه يقول لك صلحها صلحها، يخوفون الطفل بالليل يقول له البعاتي، وما في بعاتي ذاته لا باللغه العربيه لا الانجلي، ما في حاجه اسمها بعاتي ذاته، كلها اشياء يخوفوا بها. والشيخ بينفخك والشيخ بيعمل لك شيخ ولا بنشر وبينفخ في الناس مالوه؟ هو بنفخ فيهم مالوه؟ ما ينفخ الكفار؟ انا داري اعرف ليه نفخنا نحن، وانا ليه هسه ما نفخني ليه؟ اكلنا باسطه ما تنفخنا، شربنا لبن ما تنفخنا، دقينا بوشم قلنا الجسم يفتح شويه ما تنفخنا، لبدنا للحرام يقولنا نديش اللود جسمنا يقوى شويه، ما جاء مره واحده، خلى السرقه ما جونا، ما عارفين ذاته. الناس ديل وين اللي بينفخونا ده نتنفخ شويه؟ كلام كله هوس ولف ودوران، وبيعمل ليك وبسوي ليك. ما شئت تعرف مدني في مستشفى يسيم مكه للعيون فرع من دي زي دي، بعدين بعد الدور اديته النصيحه قلت لهم: وحدوا الله وعقيدتكم في الله تمام وما تنادوا غير الله. لما فيني واحد بعد انتهت وحكى لي كلام ذاته حيرني، قال لي: انا بتاح كاره بتاعت حصان، جاني واحد والزول اللي بيحكي لي ما تابع لنا نحن ولا لاي زول، علامه جوده ذاته ما عنده، الماركه بتاعت الشغله ما عنده. بعدين الزول لكن مسلم واحد، انا متكيف منه جدا، بعدين الحياه دي ان شاء الله بتجي لقدام. فقال لي: يا اخي ان شاء الله. فقال لي: يا اخي جاني واحد حمار ورايح، قال لي: بتاع الكاره راح وديني لي شيخ فلان يشوف لي الحمار ده وين حوطه لي، عشان تعرف الهوس في البلد دي. قال ده طبعا بتاع كاره عارف الحاصل. قال لي: في شارعين، في شارع زلط بيودي للشيخ اللي قالنا نمش له ده، وفي شارع ثاني بتاع خيران، قال لي فيه خيران وحاجات زي دي وعشر وكلام زي ده. قال لي: الشارع بتاع الزلط نظيف. قال لي: يا اخي مش بالزلط سريع. بتاع الكهرباء حكي لي، قال لي قلت لي: يا اخي بدل نمش بالزلط سريع
أرحب الخيران دي يمكن نلقى حمارك في خور بدل نمشي. قال مشينا فعلا قال لقينا الحمار في الخور قاعد وما حمار. بعدين قال لقيناه رفعنا الحمار ولا ربطناه ورا. قال قلت لنا ارجع. قال لي لا لا نصل الشيخ يا زول. انت مش قلت لي ماشي لنا الحمار؟ هاي قال له طيب انت مش لقينا الحمار؟ قال لي ما نرجع. قال لي لا لا ما شد الشيخ البياض. يا قال لقاك الشيخ لقى ليك ولا لقيته ليك انا اجيب البياض ده؟ قال لي اجيبه جاي انا ما جبتك به جاي. قال له انت ما ده كلامه؟ قال لي اصل انت ما فاهم. قال له ها. قال لي الفاهم شنو؟ قال لي الشيخ لما انا جاي عليه هو من هناك شاف نيتي انه انا جاي عليه. شوف الهوس ده فيه تومان جرب تلقاه. قال الشيخ لما انا جاي عليه هو من هناك من هناك شاف نيتي انه جاي عليه. قام خدت لي الحمار في الخور قمت لقيته اروح ندي البياض. هسي زي ده عليك الله الحمار الشاديه افضل ياتو بامانه كده يقولوا النصيحه والله. لانه الحمار ما في حمار مشرك. انا ما لقيت لي حمار بيطوف في قبر بتاع حمار تاني ولا بيطوف في حمار تاني. لاقاك انت بلاقاك. لكن الله قال في القران وان من شيء الا يسبح بحمده. اي شيء من المخلوقات دي بتسبح بحمد الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. اي مخلوق بعرف الله سبحانه وتعالى الا بني ادم ديل بعضهم وبعض الجن يا هنا ضلوا الطريق المستقيم وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وتوجهوا الى غير الله سبحانه وتعالى. فما في جنب الدي شيخ البدي الجنة الله ولا تعتر تنادي شيخ البنجيك الله سبحانه وتعالى. الجماعة قال واحد قال إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل في ديوار رياض الجنة ونور الدجنة للبرعي. قال كان جات كربة في المصيب في البلد مصيبة نادي الولي إسماعيل. إسماعيل ده قبته في اللبيض السنة دي ذاتها القبة بركت مرة واحدة بركت عديل وقعت رب في القبر في إسماعيل ذاته القبة وقعت وإسماعيل راقد القبة الرب وقعت. مش مفروض يعرفوا انه الشغلة دي بيد الله سبحانه وتعالى ويتوجهوا لأ الله. قالوا والله القبة دي صامدة ليه 100 سنة يا اخي ده ما رد عليكم يا اخي. السماء دي اعظم ولا القبة؟ مش السماء السماء دي الله موقفة كم سنة؟ حصل اليوم وقع جزء من السماء في مبدة ولا في الجرافة يا ناس ولا الله موقفة؟ موقف العظيم سبحانه وتعالى. قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالناس تتوجه إلى الله كروبات تنادي الله لا تعلق حجاب لا تشلك تراب تتبرك به بركة يا فلان وبركة يا علان والحقونا وفزعونا. جابوا عمك في اليوتيوب كبير جدا ولو لما شيبة واقف جنب قبر حسن وتحسونا قول يا وتحسونا ونحن جيناك وكلنا وأنت تعلم ما في نفوسنا يا حسن وميت. فآتي كل ذي سؤل سؤله والله الذي لا إله غيره. ميت واقفين جنب القبر فآتي كل ذي سؤل سؤله يا زول البيآتي كل ذي سؤل سؤله منه الله سبحانه وتعالى. امشوا للأموات والله قال في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. والناس كلها بتموت والله كل الناس كلكم واي مخلوق على وجه الارض يجي يوم نفسه يتكتم وبصره يشخص وشوف الملائكه تنزل عليه باجنحتها طق طق كلها الا الله سبحانه وتعالى المموت. فكي قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لذلك الناس تتوجه الى الله وتعبد الله وحده لا شريك له. لو في آخر مداخلة إن شاء الله نحن نسمعه ونجاوب عليكم. بعدين يا جماعة نحن شدتنا دي والله ما على الناس على العقيدة صحيحة والناس اللي بيقبلوا الكتاب والسنة وإنما على الناس الذين أبت نفوسهم إلا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ديل بنشيد عليهم عشان يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن زول يقبل الحق وكذي والله نحترمه بكل أدب نرد عليه وكذي وبكلام طيب جدا ولا بنستهتر به. فده الجواب على السؤال. الناس اللي بيقول لك الصلاة والصيام إلى آخره والعبادات وكذي تبدأ بالتوحيد أول شيء ده الأساس.
تاني بعد البنيان. راجل ولد له ولد اي علم ولدك اول شيء التوحيد، قول لا جنى الله اجيتك في الله، ما تنادي شيخ ولا كذي وامشي تمام. المرأة في البيت علمها، مستمش تخليها يلمم فيها مرتين ثلاثة جم من وين ما بعرف. ولا اسمعي انتوا لكم كم سنة متزوجين؟ والله 5 سنة. ما بقيتوا ثلاثة؟ لا ما بقينا ثلاثة. في شنو؟ ثلاثة هي ركشة ولا رفارف مروحة؟ ثلاثة بتاع شنو؟ لا والله ما أنا داركم تبقوا ثلاثة، ها نعمل شنو؟ بدل يقول له أنا أدعو الله تعالى وأعمل السبب، لا 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 أمشوا لفلان، والله بدي جنة. بدي جنة من وين؟ أنا داري أعرف بدي جنة كيف؟ زول بدي جنة كيف؟ والأمر ده بيد الله سبحانه وتعالى. كلام كله باطل وكلام جاهل. ونساوين كبار تلقاين معتقدات العقيدة دي، فلو اتزوجت مرة زي دي بتضيعك. تجي تتعبان، وين المرة؟ والله مشت للشيخ. وبتهينك أي مرة عقيدتها صحيحة بتحترمك، أي مرة عقيدتها منحرفة بتهينك. انت واقف جنبها تعتر، يا فلان الحقنا، وانت الطرورة واقف جنبها، معناه انت ما سادي شغلتك والله، لانه انت ما عندك قيمة عندها. لو عندك قيمة كان لما انت جاء قربة بتمش لك انت بعد الله تعالى، لكن يتنادي في البعاد. تفضل. فلان الكلام. انت قاعد نقرا لي في غلوة. ايوه. شغل لي اني انشغل ويديني درس. قال لي نص اللي وراء سرسونة. قال ما صلوا شنو؟ وراء سرسونة. شكرا لك، كويس نجاوب. الله يحفظك. ولدنا ذا أو أخونا قال لي كنا بنقرأ في خلوة، والشيخ اللي بنقرأ معاون قال ما صلوا وراء أنصار سنة. وطبعا بيقصد بأنصار سنة الزول اللي بيدعو لشنو؟ للتوحيد. ونحن لم ندعوك تبقى مع أنصار سنة ولا صوفية ولا غيره، لكن هو بيقصد ما ولدنا ذا. ولدنا ذا ما فيه خير بس قاعد يسمع، لكن ديلك بيقصدوا شنو؟ الزول اللي بيدعو للتوحيد، بيقول نادوا الله ما تنادوا غيره. هم بيكرهون والله، بيشاكلوك وبيكرهوك وما بيرضوا كلامك. والله قال كذا في القرآن، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة هم يستبشرون. بيكرهوك ليه؟ لأنه أنت بتدعو للتوحيد وتدعو للعقيدة الصحيحة. شكرا رب العزة والجلال قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ناس ما بيقبلوا الآيات والأحاديث، قال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يقربوا يسطوا بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي على هؤلاء القوم لما تتلى عليهم آيات التوحيد. فعشان كده بكفرك ولك دل بيسبوا الأولياء، وانت ما بتسيب أي أولياء وتقول نادوا الله ما تنادوا الشيوخ، ويقول لك ده المجسمة لأنك بتثبت صفات الله سبحانه وتعالى. هم بيظنوا ان ده تجسيم وبتثبت أسماء الله سبحانه وتعالى على المعنى الصحيح. والله قال في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله عنده أسماء وتدعوه بها. فهو بحذرك بيقول لك ما تصلي ورا الناس ذيل، لأنه بيكرهن. بيكرهن ليه؟ لأنه بيدعو للتوحيد. وسواء انت كنت في جماعة ولا كنت مستقيم من غير أي جماعة، فبقول لك انت أنصار سنة. دي شيء يتعلق بأذهان الناس. كثير من الناس بيقول لك انت ما دمت تدعو للتوحيد فانت أنصار سنة بحسب العهد القديم. يعني ماذا نفصل كثير، المصلحة هنا بتقتضي انه الناس ما تفصل، لكن الناس الفاهمين بيقول لك يا اخي ديل بيدعو للتوحيد ديل سلفيين، ودي اللفظة الصحيحة ودي التي تتضمن المنهج الصحيح. بيقول لك يا اخي ديل سلفيين. سلفيين يعني شنو؟ يعني على الكتاب والسنة بفهم السلف. السلف ديل منو؟ السلف ديل الصحابة ومن سار على نهجهم. فهو يا اما قال لك وهابي ما بنصلي وراك ولا أنصار سنة ولا سلفي ولا تكفيري ولا يقول لك داعشي، ونحن ضد داعش وضد التكفيريين وضد المنحرفين والى اخره. فانت ابقى حر وابقى على الكتاب والسنه
وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قايل نكتفي بالقدر ده ولا عندكم تعليق؟ هاي نكتفي بالقدر ده. وأخواننا إن شاء الله نكل جمعة بنجي نذكر الناس، والناس في آخر كونوا خلوا الدلوكة وخلوا الخليط وخلوا أي شيء جو يسمعوا الدين، نسأل الله يتقبل منا ويجمعنا بكم جميعا في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.